مرحبا حجة، مرحبتين. كيف حالك؟ حياك الله. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك. شو وين هنشوفكم؟ والله احنا جينا حجة نشوف الارض اللي تشتغلي فيها ان شاء الله. طيب حجة انت شو تشتغلي؟ شو شغلك؟ ربة بيت. ربة بيت. نعم. انا والختيار طبعا. انت والختيار. نعم. الختيار كم عمره؟ عمره 78. الله يعطيك طول العمر. امين امين. انا عندي جوزي مشلول. الله يحفظه ان شاء الله. من 2005 17 سنة. شلل نصفي كامل. شو سبب الشلل حجة؟ جلطة. الله يعينه. يتفوت والله يا ابني. الحمد لله. بس هذا اهم شيء. بدي الجنة. يا رب. ما بدينا، بديش الدنيا هاي ولا بدي إشي من هالدنيا هاي. الحمد لله ما عندي ولد. سبحان الله. ولا عندي بنت. الحمد لله. الحمد لله. أنا الحمد لله. وكيف صار للشلل الحجة؟ والله فجأة. افطرت أنا وياه الصبح شهر 10 بعدني متذكر. طلعت رحت أشتري زيتون من السوق لقيته مشلول. رجعت على الدار لقيته مشلول. والحمد لله رب العالمين. طيب وكيف عايشين؟ بس ناخذ يا ابني من التنمية 94 دينار. طيب. وهن عايشين بهم والحمد لله يا رب العالمين. مكفي ال 94؟ والله ما بكفوا. الاط زيك ازرع اساوي ماشي اموري والحمد لله. شو تزرعين؟ شو تعرفين تزرعين؟ يعني بصلة زي هيك. شويه باميه ازرعهن مصر اموري والحمد لله. وبما بدي يدي للناس والنفس عزيزه والحمد لله. شو نيتك يا حجة؟ نيتي اني انستر ويغنيني بحلال وعن حرام وسد الدين اللي علي وبس. أنا أشكي الله بس. ونعم بالله. في أحسن من الله يرحم. لا لا والله. وخايف أموت زرعت هذا البصل حتى أبيع وسد الدين وأموت ونظيف. ابني كل روح إلا الدين. حتى الشهيد، الشهيد في سبيل الله، شايف اللي يستجد في سبيل الله ما يروح عنه الدين. ما بيروح عنه الدين. يروح كل شيء، حق الله يروح وحق العالم يروح. حتى إذا حطيت بحقك تلاقيني بكرة داخل مني. وهذا الكلام هيو في ملكين. أنا ما تعرف إني مؤمنة أو شو ديني أنا. أنا أقوم قيام الليل من فضل الله وأصلي كفيني قايم بزوجي الحمد لله. صحيح. ضحيت بالعمر والشباب والحمد لله يا ابني. الله يعطيك طول العمر. الله يرضى. والله يجرك إن شاء الله. آمين. طيب حجة وين أنت شو المساحة اللي ما أخذتها قاعدة تزرعي فيها؟ هذول مزروعات خلاص. كل هذول مزروعات للنهاية. بس أي. أنت مأجرة الأرض. ها مستأجر سي. مستأجرة. كم تستأجريها؟ 35 دينار. بس والله صابرين علي ما أخذوا مني. قالوا لي للموسم حتى سيقول من يتعاطفوا معي عشان الحج مش عشاني أنا. لا يمكن عشانك بعد حد. لا عشان. أنت طيب والله. لا عشان الحج يا أبي. الحج سبحان الله هذه من الله. والحمد لله. لكن أنت كان فيك تتركي الحج وتعيشي حياتك. ما بتركه لا 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 أنا ما أنا وفي أنا بدي الآخرة يا ابني. والله ما بتمنى إلا حسن الختام والآخرة. كنا نزرع كنا عندنا حلال يعني بدو عرب مش مدن احنا نخبز عطساج ونعمل اللي بدك اياه وهذا الجميل. واعتبرني انا امك وانت اذا تقبلني. والله انت امنا اذا تقبلني. يعني إذا انت على كل اللي تسويه في حد يقول لك انت مش امي؟ لا غصبا علينا نقول لك انت. والله يا ابني انا ما لي اولاد وبديش اصيح وبديش اوريك دموعي لانه القلب مغلق. والله انه اكثر صياحي اكثر من فرحي. شو بدي اقول لك؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. القلب الحمد لله راضي بحكم الله بس. راضي بحكم الله. أنا أتمنى يكون لي ولد أو بنت اللي يسندني بس. ولا بدي إشي من الدنيا. والله يا ابني أنا لما عاني بالليل. ابني لما عاني بالليل أنا أتمنى إنه بس واحد ينام عندي. والله لما أحممه والله يا ابني والله وريتني ما أرجع من عندك أرمي على البلاط وأطلع بالشارع ألقاك أنت ألقى أي واحد أقول له تساعدني. يا خلينا نقول لك القصة. إحنا المرة الماضية جينا يعني دخلنا المنطقة هذه شفناك تمشي لابسك أنت وردي. أيوة صح. نعم نعم. واحنا كل المقصد ان سالنا قلنا مين هذه الحجه؟ قالوا تزرع بصل في المنطقه هذه ومستاجره الارض. فقلنا لهم اليوم جيبوها نشوفها. لا اكثر ولا اقل. وزعجتك؟ لا لا بالعكس والله انا اللي زعجتك وانا اللي تعبتك في هالبرد. انا مش متحمل البرد. لا والله ماني حاسب البرد. والله ماني حاسب البرد.
وجسمي زي النار، شو رايك؟ انا الحمد لله الله منطيني القوه لاجل الختيار. الحمد لله هذه نعمه، هذه نعمه. الحمد لله يا ابني، الحمد لله. الله يحفظك ويحفظ الختيار. الحمد لله الشيخ، الله يحفظك. الحمد لله. طيب يا امي، نعم، شو تتمني؟ ليس على الكريم شر يا ابني، ليس على الكريم شر. طيب خلص انت كلام بس انت نهايه الكلام. ليس على الكريم شر. طيب يا والله ما بقدر، خليني اقول لك والله ما بقدر احكم، هذا هو الله اللي يعلم. مشكور يا ابني، جزاك الله خيرا، حتى لو دينار واحد. جزاك الله خيرا. افتحي يا امي. ممكن ابوسك عراسك؟ الله يبارك فيك. والله والله انت ابني، بالله عليك. والله ما تصير، والله ما تصير. فرج عنك، يفرج عنك، يفرج عنك، يعطيك مدد وهو عدد. والله والله ما تعلم بهذا الدنيا روحا. والله 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 اني نظر رشة الناس بدي اصدق، صدق وتامن بالله. صادق يا ام، صادق. والله الله يفرج عنك بالدنيا وبالاخره، ويوديك لاهلك اذا متزوج يهنيك بزوجتك، واذا عزاب ينطيك الزوجه الصالحه ويخليك ترجع لامك. يا رب دعوة غريب الغريب بجاه الرب الحبيب. الله يبارك فيك، بجاه الرب. الله يتقبل منا ومنك. والله ما تعلم، والله والله يا ابني والله. كم الدين عليك يا امي؟ خلي هذا عندك يا بني. كيف يا الله يبارك، الله يبارك. والله فرجت عني، فرجت عني يا رب. الله يبارك. اسمع ربي، انت تسمع تعلم بحالي، انا وقفت بين يدين الله، انا وقفت اقول لك يا ربي. اسمع يا ابني، اقضب المصاري، اقضب اقضب. انا وقفت بين يدين الله الليله الليله، قلت يا رب افتح علي من واسع ابوابك. اليوم الليله بالليل، سبحان الله. اسمع، انا الساعه 3 بالضبط قلت يا رب افتح علي من واسع، ارزقني من حيث لا تحتسب، يا رب اغنيني بحلالك عن حرامك. اسمع يا ابني، والله الله اللي جابك. طيب. اقول لك اني شفتك بالليل اكذب. طيب لانه يعني ربي حسبني. طيب يلا خلينا نتفق على شيء، احنا الدين اللي عليك تسكر. شكرا لك يا الله، شكرا لك يا الله، يا أمي يا رب، يا أمي يا رب، يا أمي يا أمي يا الله، والله ما ردني خير يا أمي، والله ما ردني خير. الله يكتب لك الخير يا أمي، الله يبارك فيك يا أمي. مرضني خايف، يلا الله رمله بحسن. مرضني خايف ابني، مرضني خايف. الله يكتب لك الخير يا ابني. طيب يا امي، نعم يلا خلينا نتحرك الحين بيأذن المغرب.